حياكم الله. الفيديوين السابقات تكلمنا عن المصفوفات والمجموعات اللي هو arrays و sets. هنا راح نتكلم عن شيء جديد اسمه dictionary. نسترجع كذا بسرعة. المصفوفة زي ما قلنا نخزن قيمة مرتبطة بعنوان اللي هو الindex. الست نخزن قيمة ما لها أي عنوان نصلها باسمها مباشرة. الدكشنري طريقته مختلفة شوي. الدكشنري يعمل بطريقة يسمونها key value اللي هو key نقطتين فوق بعض value. عندي اسم وعنوان أو قيمة. لكل قيمة عنوان اللي هو الكي مفتاح. يعني نعتبر هذه كأنها متغير وقيمته، ولكن مجموعة من المتغيرات مع قيمها نخزنها في متغير واحد اللي هو ديكشنري. طريقة إنشاء زي ما هو مكتوب هنا var، بعدين نكتب الاسم dict user dictionary user نقطتين، النوع نحطه بين أقواس زي أقواس المصفوفة، ولكن في الداخل أنه حطيتها نوع واحد زي كذا صارت مصفوفة إذا تذكرون. dictionary نقطتين فوق بعض أقواس مربعة بعدين قيمة واحدة أو نوع واحد هذا مصفوفة. الدكشنري نضيف عليه نقطتين فوق بعض في الداخل ونحط any مثلا. any هذه جديدة عليكم. الاني معناته أي نوع من أنواع المتغير يكون قيمة. أنا هنا لو تلاحظون خزنت string بعد النقطتين، هذا الكي نيم، الفاليو سعود، الكي ايج الفاليو 40، الكي ادرس الفاليو دمام. هنا انتجر وفي الحالة هذه سترينج، في الحالة هذه سترينج. لو كان كلها سترينج يعني حتى هذا سترينج يصير هنا سترينج سترينج. لو حطيت سترينج الآن راح يطلع ايرور، لأن القيمة هذه 40 لازم تكون سترينج. لو حطيتها سترينج بين علامة تنصيص كذا صار الكود مضبوط. صار عندي ديكشنري في ثلاث قيم، كل قيمة لها مفتاح وقيمة، مفتاح قيمة مفتاح قيمة. طيب أنا أبغى أخزن الايج انتجر عشان مثلا أسوي عليه عملية حسابية. لو حطيت هنا int اللي هو انتجر راح يطلع برضه غلط، لأن هنا عندي قيمتين نصية قيمة انتجر. طيب وش الحل؟ أنا أبغى مرة نص ومرة رقم، فأحط هنا any. any يعني أي object أي نوع، سواء رقمي نصي double يعني integer double boolean اللي هو true false. لو حطينا هنا مثلا فاصلة حط الكي has car النوع true عنده سيارة إيه، فصار عندي dictionary. تلاحظون من هنا من البداية key value key value key value. برضه هنا ترى ما في مو بالترتيب، لأن أصلا أنا ما راح أقدر أوصل للقيمة إلا بالمفتاح حقها، وهذا فرقه عن المصفوفة. طبعا ممكن تكرار غير الست، الست هو الوحيد اللي ما نقدر نكرر فيه. طيب لو سوينا print dict user راح يطلع نفس القيم اللي موجودة مسبقا فيه. طيب أنا أبغى أطبع الاسم فقط، نفتح أقواس مربعة. لو تذكرون في المصفوفة كنا نحط الاندكس اللي هو 0 1 2 3، هذا في المصفوفة. في الدكشنري نحط المفتاح علامة تنصيص نيم، سكر علامة التنصيص راح يطبع سعود. طيب لما نبغى مثلا نحصل على العمر نحط بدال النيم نحط الايج اللي هو الكي، راح اطلع لي القيمه. في نفس الفكره حقت اذا ابغى اعرف كم عدد العناصر الموجوده فيه، نفس الطريقه اللي استخدمناها في الست وفي الاري، اللي نحط الاسم بعدين دوت كاونت راح يطلع أربعة اللي هي اربع مجموعات او اربع فور كيز فاليوز. هذه واحده بالنقطتين، هذه واحده، هذه الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. طيب أبغى أغير قيمة واحدة منهم، يعني واحد تغير مثلا باع سيارة صار ما عنده سيارة مثلا، فأجي أقول له dict user أفتح قوس أكتب الكي has car بعدين أقول له equal false
فأنا في الحالة هذه غيرت قيمة المفتاح اللي هو has car من true إلى false. نغير الاسم نفس الشيء dict user نفتح قوس مربع نكتب الكي اللي هو name equal القيمة الجديدة سلطان. لو طبعنا هنا print dict user الجديد خلينا نطبع القديم والجديد نقارن مع بعض. طيب الأول كان سعود صار سلطان، has car كان true صار false، الأدرس نفس الشيء والأج نفس الشيء. وضحت؟ فالوصول للقيمة في الدكشنري يكون عن طريق الكي حقها اللي هو الاسم المفتاح. طيب بالنسبة للإزالة عشان أزيل القيمة في طريقتين، يا أما أزيل القيمة نفسها مع الاحتفاظ بالمفتاح مثلاً dict user بعدين أعطيه يقول له name equal فارغ ما نبغى اسم خلاص خلاه فاضي نشيل الاسم راح يطلع لي الكي موجود المفتاح موجود ولكن قيمته فارغة كان الاسم سعود صار فاضي بدون اسم. واضح؟ الطريقة الثانية إني أشيل الكي نفسه كامل الكي مع القيمة الكي مع الفاليو كامل. بهالطريقة هذه أو طريقة الإزالة نقول له dict user that remove value for key remove value for key وأعطيه الكي اللي هو name. لاحظ لما نفذها كذا صارت صار الدكشنري هذا أقل من هذا إن ما فيه الكي اللي اسمه name صار age address has car فقط name راح. أبغى أرجع أقول له dict user أحط له كي جديد name طبعا الآن يعتبر جديد equal سعود رجع. واضح؟ هنا شلناه وهنا رجعناه عشان توضح أكثر نحط كي جديد dict user مثلا last name equal المطلق. شوف لحظة الآن صار عندي كي جديد اسمه last name وين هذا هو كي جديد اسمه last name. واضح؟ فهنا هذا يزيل خلينا نشيل هذا عشان ما يسبب لبس remove value for key name راح يشيل القيمة مع الاسم حقها أو مع المفتاح حقها. فالسطر الجديد هنا ما عاد فيه شيء اسمه name. واضح؟ أبغى أضيف جديد أكتب dict user اللي هو اسم الدكشنري وأحط له مفتاح جديد مع قيمة جديدة راح يضيف على طول في الدكشنري الموجود مسبقا. هذا باختصار الدكشنري طبعا مع الممارسة وبنسوي إن شاء الله تطبيق راح تشوفون طرق استخدام الأنواع الثلاثة هذه إن شاء الله بطريقة عملية وبتفهمونها زيادة إن شاء الله. كذا خلصنا المحاضرة هذه. المحاضرة التالية إن شاء الله راح تكون عن حلقات التكرار راح نرجع نستخدم فيها المصفوفات والمجموعات والأدلة عشان نشرح فيها كيف تعمل حلقة التكرار. وهنا للقاء إن شاء الله.